بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هعلق كتير على كلامك يا دكتور عاصم، لكن على نقطتين بس. أنت ذكرت هنا أن في محطة تحلية 160 ألف متر مية في اليوم، مش كده؟ وكلمت على حماية الشواطئ. أنا هنا بس عايز أقول للناس أن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. يعني هو يمكن كتير يتصور ان الفكرة، معلش يعني، الدكتور عاصم قال كلام مهم قوي، الفرق بين التعمير والعمران، مش كده؟ فلكن عايز اقول لكم اوعوا تفتكروا انها مدينة شكلها حلو يعني، لكن احنا كنا، ما هو كده يعني. اللي ممكن يتفرج علينا دكتور عاصم دلوقتي يتصور ان هي مدينة شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبة، لكن انا عايز افهم الناس اللي بيسمعونا ان احنا عملنا موضوعات على بعضها. الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. كان عندنا لحماية الشاطئ ده مسارين، مسار ان احنا نعمل حاجز مية، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونعمله ويكلف ملايين برضو، وقد يكون يكلف اكتر من كده، او ان احنا نعمل حاجة تحقق ان انا احقق مجموعة من الاهداف باجراء واحد، مش كده؟ صحيح. هو ده اللي انا، اللي دكتور عاصم بيقول لك ايه، عملنا شاطئ ارتفاعه متر، ثم عملنا طريق ارتفاعه متر تاني، ثم عشان في النهاية اذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال الخمسين سنة الجاية. أنا بقول كلام صحيح. طيب مش كده يا دكتور مصطفى؟ فإحنا متوقعين متر أو مترين. طب إحنا كان عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200-300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنيهات أو الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم رامينها الناس بتوعنا اللي موجودين في الدلتا وموجودين كده. أدي واحد.